نورمالمون باقي الكراميل كيف كيف كراميل كان فريجيدار باسكو ا بارت دو سكر غلاس و كراميل بلوتو نسلي و زبدة باش راح كيما هكا ثقيلة راح ثقيلة علاش لاخاطر درنا اون دوز تاع تاع دهان سي بوغ سا تقالت و هادي هنايا كنت شرحت لهم هادي هنا خدمناها بالنسلي كاين دي بريباراسيون واحد اخرين يجيب لاكريم فريش ليكيب تاني يجيب الحليب بصح راني فهمت الزملاء تاعكم تاع الحليب ما يقدرش تقول لاجيوبا تاعها تاع الكراميل نورمال تاع نيستي نورمال تاع الحليب اي وقت خدمها عندك لاجيوبا تاعها شحال من مرة لاق لا با تاع الحليب سبجو ما يمتفوش سبجو شكون الحليب ديجا كيما قلنا نخدموها بحليب تاع كونديا كونديا نختار علاش كونديا يو اش بي راه من زوج دوسو نشوفو كيفاش راح يكون الحليب فوق فوق البوطاج تاعنا ما غاديش يحمر داك الوقت يقعد ما يخسرش مع يقعد بصح الحليب تاع شقارة ولا علاش الحليب تاع شقارة ولا الحليب تاع كونديا هذاك الحليب تاع شقارة خير من كونديا في الفايدة تاعنا كي نشربو علاش نختار فيه هذيك البكتيريا اللي هي مفيدة للجسم تاعنا وللصحة تاعنا علاش نختار فيها الفيتامينات وهذاك الحليب هذاك كونديا كي نشريوه في هذاك في البيكا تاع هذاك لومبالاج نقراو اي اش بي اي اش بي راه منزلين كاع هذيك البكتيريا علاش باش تكون الغازيون تاعها هذا هو الفرق بين هذا وهذا انتوما كي تجيو تخدمو كي تبغيو حاجه تسكر لون جوري وقت بغيت توجور ديرو بحليب كونديا شو صوالح وكي تبغيو باش تهبط حاجه تاع نهار او ماكسيموم دو جور 3 جور او ماكسيموم 3 جور تكون من بعد تولي خساره